بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في باب صلاة العيدين، فما حكم صلاة العيدين عندك؟ ما الدليل على الوجوب؟ حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس حتى كان يأمر النساء بالخروج، وحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له. إذا أغنم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم. كم عدد التكبيرات في صلاة العيد عندك يا إدريس؟ 7 في الأولى و5 في الأخرى. هل 7 الأولى فيها تكبيرة الإحرام أو بدونها؟ بدون تكبيرة الإحرام، فتكون تكبيرة الإحرام هي 8، ومنهم من جعلها من ضمن 7. متى وقت صلاة العيد عند المتأخرين؟ عندك على؟ نعم، وقتها وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الزوال. قال الشارح عفى الله تعالى عنه: قوله ويستحب التجمل، هذا أمر ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى في السوق حلة سيراء جميلة، أي مضلعة بحرير سيراء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو اشتريتها يا رسول الله فتلبسها للوفد والجمعة وتلبسها يوم العيد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حرير، وأنه يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس حلة من حرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسها يوم الجمعة وتلبسها في العيد، دل على أنه كان معهودا عندهم لبس الثياب الجميلة في يوم الجمعة وفي يوم العيد. قوله والخروج إلى خارج البلد، بمعنى الخروج إلى مكان فيه فضاء واسع يصلي به العيد، وهو المصلى، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده، مع أن الصلاة في مسجده أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وخرج إلى المصلى صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلى في المسجد إذا وجدت الحاجة، كأن ينزل المطر في ذلك الوقت فيصلي المسلمون صلاة العيد في المسجد، أو يحصل برد شديد لا يتحمله الناس، فعند ذلك كذلك يصلون في المسجد. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد جاء حديث في ذلك، ولكن في إسناده ضعف. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أنه أصابهم مطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد، وهو من طريق عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة فذكره، ولكن الحديث لا يثبت، فعيسى مجهول وأبو يحيى عبيد الله التيمي مجهول الحال، ويغني عنه الأدلة العامة المتقدمة، كقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالصلاة في المساجد خلاف السنة،
والسنة أن يخرج إلى المصلى، وذلك أن المصلى فيه خروج الناس والبروز وإظهار الشعائر. قوله مخالفة الطريق، هذا من المستحبات لحديث جابر رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق. والمقصود بمخالفة الطريق أن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. ومن أحسن ما ذكر في تعليل ذلك أن ذلك من أجل إظهار الشعائر وإظهار كثرة الناس بالذهاب من مكان والرجوع من مكان آخر، وانتشار المسلمين في الطرقات، والله المستعان. إظهار لشعائر المسلمين عند أن ينتشرون في ذلك اليوم المبارك، ينتشر الناس أولا يجتمعون في مكان واحد يكبرون ويصلون ويشهدون الخير، ثم ينتشرون في الطرقات. ما هو نعم أمر عظيم، شعائر عظيمة. قوله والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يعدد المستحبات رحمه الله. دليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وأما في الأضحى فيتأخر في الأكل فيغدو بدون أكل ثم يرجع فيأكل، لا سيما إذا تيسر له الأكل من أضحيته. وقد جاء هذا في حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، ولو شواهد يحسن بها. قوله وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، الدليل على ذلك حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه عند أبي داود بن ماجه وغيرهما أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح. قوله حين التسبيح أي صلاة السبحة أي صلاة الضحى، وهي تبدأ من حين ترتفع الشمس من حين ترتفع الشمس قيد رمح. من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، كذلك صلاة العيد تبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح وتنتهي بدخول وقت الكراهة قبيل زوال الشمس. ويدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عن الصلاة في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، لذلك تتأخر الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وانتهاؤها بانتهاء وقت الضحى لحديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه الذي تقدم، وذلك حين التسبيح. والمقصود أنها تنتهي قبيل صلاة الظهر إذا دخل وقت الزوال حين تسجر جهنم قبل صلاة الظهر حين يستقل الظل بالرمح، بدل قول إذا دخل وقت الزوال يقال حين يستقل الظل بالرمح، سيأتي إذا لا حاجة لهذه الكلمة إذا دخل وقت الزوال. قال حين تسجر جهنم قبل صلاة الظهر وقت استقلال الظل بالرمح وتوقفه عن القصر والطول، أجمع العلماء على أن ذلك وقتها. مسألة هل يجوز التأخير بدون عذر؟
الجواب: إذا صلى الإمام بالناس وتأخر فقد خالف السنة والصلاة صحيحة، فلو لم يصلي الإمام حين طلعت الشمس واستمر ساعة أو ساعتين بعد طلوع الشمس فهذا يكون مخالفة للأدلة الشرعية ومخالفة للسنة، ولكن الصلاة صحيحة. وإذا صار يفضل التأخير فيكون قد ارتكب بدعة، الرغب عن سنتي فليس مني. فلو أنه جاء شخص من الأمراء وقال نجعل صلاة العيد الساعة 9 صباحا، خالف السنة، أخرها على السنة. فإن كان يقول هذا هو الأفضل، من رغب عن سنتي فليس مني، يقع في البدعة في التحديد والتأخير. قال: فيكون قد ارتكب بدعة بسبب تفضيله لخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتفضيله لتأخير صلاة العيد وقوع في البدعة ومخالفة للسنة، وإذا تأخر العذر فيصليها ما دام الوقت باقيا. مسألة: وإذا لم يعلم بالعيد حتى خرج الوقت، وذلك كأن يأتي الخبر أن الهلال قد ظهر في القرية المجاورة أو البلد المجاور ولم يأتنا الخبر في ذلك إلا بعد صلاة الظهر، فما هو العمل في ذلك؟ الجواب: يصلى في اليوم الثاني، يفطرون من وقتهم فيصلون في اليوم الثاني. لحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة الله أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا يدل على أن الصلاة لا تجوز بعد الزوال، ولكن يغدى من اليوم الثاني. مسألة: إذا تأخروا بدون عذر حتى انتهى الوقت ودخل وقت الظهر، فهل يصح أن يصلوها في اليوم الثاني؟ هذا لا يمكن أن يقع، لأن ما يجتمع المسلمون جميعا على تركها إلا أن يكون الإمام جائرا ظالما. ولا يبالي بمثل هذه الأعمال. الجواب: تركوها عمدا فيأثمون على تركها ولا يستطيعون استدراكها بعد خروج وقتها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتكون تلك الحالة خاصة في حق من كان له عذر، الذي يصلي في اليوم الثاني هو من حصل لهم النسيان أو الخطأ. أما أن يتركوها عمدا فهذا لا يكاد يفعله المسلمون، ولا يجرؤ إمام للمسلمين أن يعمل ذلك، لأن هذه من أعظم شعائر الدين صلاة العيد، فلا يستطيع أن يأخرها عن وقتها. قوله: ولا أذان فيها ولا إقامة، هذا أمر معلوم، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يؤذن للعيد يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: لا أذان ولا إقامة ولا شيء، وزيادة ولا شيء يدل أيضا على أنه لا يشرع أن يدعى بالصلاة جامعة، بل يأتي الإمام فيشرع في الصلاة فيقوم الناس ويصلون. وعلى هذا فما استحبه بعض الفقهاء من أنه يقال الصلاة جامعة غير صحيح، لأنها لم تثبت، وإنما جاءت في صلاة الكسوف، والله المستعان. مسألة: إذا تأخر بعض الناس عن صلاة العيد فجاءوا والإمام في الخطبة أو قد انتهى من الخطبة، فهل يصلون صلاة العيد أم يرجعون بدون صلاة؟ الجواب: يصلون جماعة ثانية ويكونون معذورين ولا حرج عليهم، وإن جاءوا وقت الخطبة فلهم أن يستمعوا الخطبة ثم يصلون، ولهم أن يشرعوا في الصلاة ثم يستمعون الخطبة، والأول أفضل، إلا أن يتعجل أناس بالصلاة فالأفضل أن يصلوا معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.